يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، الإسكندرية 23-12، مطروح 20-10، بورسعيد 23-11، والإسماعيلية 24-10. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 10، العريش 24-9، طابة 25-13، وشرم الشيخ 27-18، والغردقة 27-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 10، أسوان 27-12، الوادي الجديد 24-9، شلاتين 28-19، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.